رأس اليوم وزير العدل المكلف بحقوق الإنسان أحمد محمد حسن أعمال الورشة التدريبية لنزلاء السجن المركزي بحي أم سنينة. بحر الدين عبد الشافي الدود. تأتي هذه المبادرة التي قامت بها وزارة العدل وحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة غير حكومية لمحامين بلا حدود، وهي عبارة عن نتاج عمل لجمعية حقوقية تعنى بمبادرة السلام وحقوق الإنسان، وقد مولتها منظمة غير حكومية لمحامين بلا حدود فرنسا. وقد أشار وزير العدل وحقوق الإنسان إلى أن هذه المبادرة جدير بالصناعة ودعمها لأجل مساعدة وزارة العدل وحقوق الإنسان على تخطي بعض الأقبات، ولأجل تدريب نزلاء السجن المركزي في 5 أسس من الصناعات اليدوية كاللحام والتضريس والخياطة والنجارة والكهرباء، وهذه تعتبر ضمن الرعى وتطلعات الجمعية لأجل خلق فرص عمل والمساهمة في الاندماج الاجتماعي وفق برنامج الحكومة الرامية إلى تحسين الحياة السياسية والاجتماعية. هذا التدريب للمساجين يخلي الإنسان يرجع في شرفه كإنسان نادو تدريب، ويرجع في المجتمع بكرة مواطن لكل بشرفه وتقديره، ممكن يلقى لقمة عيشه بكل شرف من دون يرجع لمخالفة القانون الجناحي لبلدنا. ده شيء الأهم الغلي خلاني أنا ندي كل الأهمية لافتتاح هذه الورشة لمصلحة للمساجين عن عم سنينة. الإشارة فإن الورشة التدريبية 36 سجينا تستمر 6 أشهر داخل الورشة الصناعية بالسجن المركزي بحي أم سنينة. أنهى المشاركون في أعمال الورشة التدريبية حول الحوار الوطني لدعم قطاع الصحة العامة. المناسبة جرت بحضور وزيرة الصحة العامة غربتنا كارميل سوكات عائشة أحمد دوغي، والمزيد من التفاصيل. النتائج التي أسفرت عن أعمال ورشة الحوار الوطني لدعم قطاع الصحة والمنظم من قبل الصندوق العالمي ومنظمة غافي، حيث استجمعت فيها آراء المشاركون وشركاء التنمية في المجال الصحي حول مرض شلل الأطفال والمعاناة الصحية التي يتعرض لها سكان البدو والرحل. في هذه المناسبة وقدمنا حجة بكون الدورة الآخرة لابد الدولة يكون عندها مهمة خاصة لأطفال الرحل والنساء الحاملات للرحل، وحتى بصورة عامة يعني التضئين في الدولة يعني بسيط يعني ده نحن متأسفين جدا، وقدمنا نداء خاص لوزارة الصحة أن يعني برنامج هنام يكون برنامج يعني عندما تابع ونشوف النسبة تكون أكثر من الأسعى كان شفناه هنا. عند الكلمة الختامية لهذه الورشة فإن وزيرة الصحة العامة أنقربتنا كارميل سوكات هنأت المشاركون على حضورهم الذي يؤكد عزيمتهم نحو الارتقاء بالجانب الصحي، وأن عليهم شد الحزام لتطبيق وتنفيذ مخرجات الورشة، كما شكرت في نهاية كلمتها الشركاء الدائمين والممولين لوزارة الصحة على وقوفهم بجانبهم، وأن اتحادهم معا سيحقق قايتهم الإنسانية المثلى هذا، وأن البحث عن مستصغر الأثرات ومحاولة معالجتها يحفز سكان المناطق النائية في التفاعل والعيش بحالة صحية جيدة. نظمت المنظمة الإفريقية للتنسيق القانوني والتجاري ورشة تدريبية حول القانون الجديد للمحاسبة. أحمد خميس جمعة. تطبيقا لمقررات المنظمة الإفريقية لتنسيق القانون التجاري في أفريقيا وهذا على أرض الواقع، جاء تنظيم الورشة التدريبية للعاملين في مجال المحاسبة. شهد حفل الانطلاق كلمتان أولاها مداخلة إندي كوبو إريك النائب الثاني للرئيس لنظام الوطني للمحاسبة المكلف ببعثة المراقبة والتأهيل، الذي أوضح بأن القاعد المادي من هذا اللقاء يجب أن يعلم بأن هناك أشياء قابلة للعرض بحسب الشروط المعمول بها، وعليه يجب علينا قبل كل شيء النظر إلى المصلحة الناتجة من الهيكل الجديد والذي يعتبر كمرجع للمحاسبة. هذا وسيتم إقراره في عام 2018 من أجل جعل أشخاص مهنيين في
المحاسبة والاجتماعية، وفي يناير 2019 من أجل خلق قوى ذات مرجعية لتعمل وفق برامج المحاسبة في جانب المتحدثين بالإنجليزية. عقب ذلك قدم عبد العزيز جمال الدين حجار النائب الأول للنظام الوطني للمحاسبة المكلف بالمهنيين كلمة افتتح بها الورشة، مؤكدا بأن هذه الدورة التأهيلية المنظمة من قبل المنظمة الوطنية للمهنيين في المحاسبة بتشاد فقد تم تحديدها لأجل الاستماع والاستفادة من عملية المحاسبة ودعم قدرات العاملين المعرفية لصالح التعميم وتوظيف كافة الأطراف. وإن الهيكل الجديد سيكون عمليا وخاصا بحقوق المحاسبة والتدريب في المالية والاتصال لغرض تنفيذ البرامج وتقوية الكفاءات لصالح الأشخاص المعنيين في المحاسبة على مستوى المنظمة الإفريقية لتنسيق القانون التجاري في أفريقيا. للتذكير فإن فعاليات الورشة تستمر 3 أيام متتالية.